وضمن الشخصيات العملية أيضا أشارت لجنة الكهرباء في البرلمان العراقي وجود تراجع كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. وقالت عضو اللجنة سهيل السلطاني إن هناك تراجعا واضحا في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وهذا عكس ما وعدت به وزارة الكهرباء الشعب العراقي. وتحدثت السلطاني عن حراك لاستضافة وزير الكهرباء لمعرفة أسباب هذا التراجع في تجهيز رغم وعوده بأن يكون هذا الصيف أفضل من الصيف الماضي. هو أزمة الكهرباء حقيقة، فتحنا جهاز دعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية لإجراء التحقيقات اللازمة حول التقصير والإهمال خصوص تجهيز التيار الكهربائي في جميع المحافظات، بالرغم من تخصيص مئات المليارات إلى وزارة الكهرباء، وكل سنة في فصل الصيف تبدأ الأعذار من قبل وزارة الكهرباء، مرة الغاز الإيراني، مرة الغاز القطري، مرة كذا، مرة مشاريع إلى آخره. طبعاً هناك مسؤولية تحملها السلطة التنفيذية مجلس الوزراء، وكذلك فتحنا مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء التحقيق وتشخيص المقصر في هذا المجال، ونطالب بإعفاء كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء وإحالتهم بالمحاكم المختصة، لأن الموضوع يتعلق بمصالح الشعب العراقي، وهذا المسلسل كل سنة يتجدد في فصل الصيف بخصوص قيام وزارة الكهرباء سنقوم وفعلنا ومشاريع كذا، وظاهر أنه يعني يظهر أنه وحبر على ورق وكثير من المشاريع تشوبها الفساد، وقرأنا تقارير الرقابة المالية التي شخصت كثير من شبهات الفساد ونهب المال العام في وزارة الكهرباء وصرف مئات المليارات دون مقابل. تحيات تقديرنا رغم أنها يعني عطلة تشريعية، لأننا مهتمون بهذا الموضوع متواجدين في مجلس النواب لمتابعة أزمة الكهرباء وشبهات الفساد في وزارة الكهرباء. تحيات تقديرنا.